هذا سؤال من المستمع من الرياض محمد عمران الغشام، يقول إن فيه بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف للصلاة، كأن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان ورصوا الصفوف، فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين أثابكم الله؟ لا حرج في ذلك، هذا من التعاون بالبر والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف وتسويتها، وقال إن تسويتها من إقامة الصلاة، فإذا ساعد بعضهم من الإمام في من حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص فهذا كله خير، وهذا من باب التعاون البر والتقوى، ولا نعلم فيه بأسا.